فكرة إيه؟ جدي هارون بيه. سلامتك ألف سلامة يا ولدي. كيفك يا اسمك إيه؟ حورية. عشر أسامي. أنت عامل إيه دلوك؟ توك ما افتكرتني يا جدي. هو ده وعدك ليه؟ إنك تطلعنا من المصيبة دي؟ معلش. اشتغلت على نيك اليوم اللي فاتت دي. لكن مين اللي عمل فيك كده وخلاك بعين واحدة؟ يعني ما انتش عارف؟ حمدان ولدك. الله يعين. حمدان ولدي. الأصول تشكره. كان واجب عليه ياخذ روحك مش عينك. حرام عليه. هو هيما ده مش واد ولدك؟ ايوه. ايوه واد ولدي. بس قتل واد ولدي التاني. على العموم عمك حمدان خلاص خد بطاله منيك. يعني كده حمدان ما هيحاولش يقتل هيما تاني؟ لا هو وعدني. ما دام وعدني هيوفي بوعده. بس بشرط حسك عينك تجيب سيرته في التحقيق ولا تقول ان هو وز الرجال عشان يفرطوا لك عينك. انا كمان هبقى عند وعدي وهطلعك من المصيبه اللي انت فيها دي.